بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن جكت درسك أخذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة لشيخ محمد بن جميل الزين وحفظه الله تعالى. باب الشرك الأكبر دم اليوتنغ في شرك جمولد دفتر أنكو لاول سؤال وجواب بوالينند بما كان السؤال الرابع عشر لندل سابوي انا بانغال ما هو اعظم الذنوب عند الله كو بكاتو هم بوري ماونا دك الله سبحانه وتعالى بما كان جواب اعظم الذنوب الشرك بالله كو بوري ماونا دك بكاتو جيرين فوكو شركان قال الله تبارك وتعالى والدليل سيد مودون قوله تعالى يوم وي يا بني لا تشرك بالله وي سورة لقمان لقمان وي النبي مودون يا بني كان يبيد ان لا تشرك بالله وتشرك الله ان الشرك تبت شرك لا ظلم عظيم كتوني مونود سورة لقمان ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنلا تولنا أي ذنب أعظم كهن يبكى تبر مونود عند الله قال بماك أن تجعل لله ندا وهو خلقك كن ورنت الله تبارك وتعالى هنوجو تايلك كانك تنوان تقول ما متفق عليه والندون الشريك كفي ديدو سؤال الخامس عشر سبو إجابان قالوا ما هو الشرك الأكبر كن الشرك برد مونود جوابوني الشرك الأكبر وصرف العبادة كسرق الدوان قال ورانا قال لغير الله وانا الله تبارك وتعالى كدعاء ونطرق الغير الله وانا الله سبحانه وتعالى والاستغاثة إفا بنرقل بالأموات ما يبين أو الأولياء أو الأحياء ما دنور ببين الغائبين ويرني ببين على دمك قال الله تعالى الله تودن بي وعبد الله ربا الله أنتم ولا تشركوا به شيئا وتنكفد مهيئهون سورة يونس وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أكبر الكبائر نجاك برمون دي بكات جمود دين أشرك بالله شركا قال الله سبحانه وتعالى رواه البخاري السؤال السادس عشر هل الشرك موجود في هذه الأمة bemaki ene hara shirku wona ngurentinede ngonka qur'ana e ka sunna dum hino tabiti ha jonno de mofte ka lannino al jawabu bemaki na'am mawjudun shirku no wada ha hande wa dalilu saydemu qawluhu ta'ala wa ma yu'minu gondinta aktsaruhum kuburu dudu de himbe ben billahi allahum illa wa hum sina hara kambe mushrikuna ko be shirkobe buda gondino be gondinal يسون على الشرك مفتلم بربدور ده شركة وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة درنقل درتاكو حتى تلحق ها هوتي تو توتا قبائل غري مولانا دي من أمتي مرد مفتي أندن ده توتا بالمشركين شركو ببن وحتى تعبد الأوثان ها غري جياد عربو ببربتاكو كويت صنم صحيح رواه الترمذي السؤال السابع عشر ما حكم دعاء الأموات كنوني نياوري ترغل بمي بي أو الغائبين ما بم بألادون أيين بتقاب بي جواب دعاء الأموات ترغل مي بي أو الغائبين ما وور بألادون بي من الشرك الأكبر نجا شرك برد مونود قال الله تعالى ولا تدعو وتاتره تاند من دون الله غانين الله أن ما لا ينفعك دونك نفتا ماشي انودي ولا يضرك لرتا ماشي انودالي فان فعلت شيئا ودي دل فانك ان اذا انتم حرى اجياما من الظالمين ايتون يوبب سورة يونس الظالمين كفرت اي اجياما مشركين شركوا بب وقال صلى الله عليه وآله وسلم من مات كلا أم يدعو وهو يدعو حرهي مرتراد من دون الله غانين الله ان ندن هنوجو mo fonni e jomi meden dakhalan na rawna tayite rawahu al-bukhari as-su'alu 18 sapo e jeta tabangal woni halid du'a ibada toragol ko dewal ka dum wana dewal
jawab na'am addu'a ibadah toragol ko dum woni dewal ma dum toragol ko dewal qala ta'ala wa qala rabbukum jomi mo wi ud'uni torelan astajib lakum mijabina na'am innal ladina bamba tawata yastakbiruna hima mawnintina de an ibadati ga e dewal angal e toragol lan sayadkhuluna ma binato jahannama hara dakhirina ko be jasube suratu ghafir ay ko dum firti zalilina har ko be jasube وقال صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء ترغونغول هو العبادة كدون وني دوال رواه أحمد وقال الترمذي حسن صحيح أودون سلي أما حديث أروي أون الدعاء مخ العبادة أنهم كرمكو بغوهنو يؤسل السؤال التاسع عشر سبو يجينا يبانغل وني هل يسمع الأموات الدعاء إني ماي ببنسي بتراما بنانا يدون كابنانتا جواب لا يسمعون بننا تاكو بطرتيكم قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور أنا ننتابع ونبكى نرك أبروجي كترت داكو بمعنى كوولتاكم إنك أن لا تسمع الموتى أنا ننتابع ما يبك أرايدون لنكو بموني دليل ما بدلين ويهول لغلوان دم يمب ما يبب بننا تا تنتيني شتاب انتنام هبننا wonande yimɓe majju ɓe ɓen ɗum hino jeeya ko ɓe mahori e toragol ɓe ko waɗi si ɓe jaɓi tum ɓe nanata ɓe acce toragol ɓe ara ko ɗen ɗon ayejo ɓe dallinori wondema maayi ɓe surraɓen ɓe nanata ko feƴƴata dowgakon hada wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullah.